الخير. مطالبات سابقة كثيرة طالب بها الصحفيين بالعراق، منها تطبيق قانونهم واللي هو حقهم المشروع وتسهيل أمورهم بالوصول للمعلومة واحترامهم في الشارع وعدم التجاوز عليهم، عدم اضطهادهم تحت أي مسمى كان، وأمور كثيرة أيضا. لكن اللي صار هو تفعل قانون حماية الصحفيين في العراق رقم 21 لسنة 2011، بس الكثير من بنوده غير معمول بها حتى اللحظة لأسباب غير معروفة أو تكاد أن تكون مجهولة. اليوم راح نناقشها مع معنيين بالحلقة الأولى من برنامج من جانب آخر، واللي تحمل عنوان الصحفي العراق ومرحلة البحث المستمر عن ضمانات وقانون فعلي. جديد اهلا بكم مشاهدينا والحلقه الاولى من برنامج من جانب اخر. اليوم راح نناقش موضوع مهم جدا يتعلق بقانون حمايه الصحفيين في العراق رقم 21 لسنه 2011. هذا القانون فعلا شرع بمجلس النواب العراقي، لكن لحد الان اليوم كل صحفي بصراحه يبحث عن بنوده اللي غير مطبقه على ارض الواقع. معاناة كثيرة يعانيها الصحفيين، منها الوصول إلى المعلومة، منها الاعتراف بحقوقهم بمستحقاتهم. وأيضا اليوم راح ندفع بعجلة نقابة الصحفيين ونشوف دورها بهذا الموضوع مع معنيين بحلقة هذا اليوم من جانب آخر. طبعا هذا الموضوع الشائك والمهم صراحة يحتاج إلى تشريع. قانون حماية الصحفيين في العراق يحتاج إلى تطبيق. هو شرع هذا القانون وكان يحوي على بنود ومواد جدا مهمة تضمن حق الصحفي في العراق، لكن اللي صار أنه لحد الآن لم يطبق هذا القانون. طبعا حتى نتكلم أكثر اليوم راح يكون عندنا ضيوف مهمين عبر الأقمار الصناعية وأيضا عبر الهاتف. ينضم لنا الآن من صلاح الدين، تحديدا من مدينة تكريت، الصحفي رياض جابر عبر الأقمار الصناعية. مساء الخير رياض، وأهلا ومرحبا بك، تحية لك. مساء الخير بيك زميلتي العزيزة، ومساء الخير على مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم. تحياتنا لك سيد رياض. يعني هذا الموضوع يمكن احنا تكلمنا قبل البرنامج او قبل يوم بخصوص موضوع حماية الصحفيين في العراق، حق الوصول الى المعلومة، حق ضمان ابسط حقوقهم. الى اي مدى اليوم موضوع الضغوط والقيود المفروضة على الصحفي في العراق اصبحت كبيرة جدا واصبحت لا تطاق، تحتاج الى تدخل، تحتاج الى تطبيق فعلي؟ تفضل. في الحقيقة قانون 21 لسنة 2011 نعم، يعني كان الكثير من الزملاء الصحفيين العاملين في مهنة المتاعب كما نسميها، وكل من يندرج تحت هذا المسمى، كانوا يتأملون أن يكون القانون يعني أكثر دقة في الوصف والتفاصيل التي وردت فيه، ولكن أثيرت حوله حقيقة الكثير من الإشكالات. يعني نعم، تتعلق بالمواد القانونية، تتعلق بحرية الصحفي ذاته، نعم، حرية الحصول على المعلومة، تداولها، كذلك يعني تواجد الصحفي في مكان العمل، يعني كيف يمكن تأمين الحماية له. يعني الكل يعرف أن الفترة الماضية، وأقولها للأسف الشديد،
فقدنا الكثير من الزملاء الإعلاميين الذين قضوا نحبهم في المعارك خلال تغطيات المعارك الحربية أو خلال المصادمات المسلحة أو خلال حتى يعني بمؤثرات أخرى يعني. نعم نعم. طبعا هؤلاء للأسف الشديد الكثير منهم لحد الآن لا تزال حقوقهم التقاعدية والحقوق المعنوية التي يعني نص عليها القانون لم تكن بالمستوى المطلوب. نعم. الكل يعلم أن الإعلامي مستهدف لأنه صوت الشعب، صوت المواطن، وأيضا صوت السلطة، وأيضا سلطة رابعة يعني في نقل الحقيقة وإيصالها إلى 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 المجتمع. نعم. ولكن كما ذكرت يعني هناك الكثير من الإشكالات تعتري هذا القانون. أنا طلعت على الكثير مما كتبه الزملاء فيما يخص هذا القانون، كانت لديهم اعتراضات حتى على تسمية القانون يعني حقوق الصحفيين أو حماية الصحفيين. هو كان طيب سيد رياض، خلي نرحب بضيفنا اللي انضمنا الان عبر الهاتف، دكتور ناظم الربيعي عضو نقابه الصحفيين في العراق او المتحدث الرسمي باسم نقابه الصحفيين في العراق. مساء الخير دكتور، واهلا ومرحبا بك، تحيه لك. دكتور ناظم تسمعني؟ دكتور تسمعني؟ طيب لحما يجهز الاتصال بصورة واضحة مع الدكتور ناظم. يعني موضوعنا لهذا اليوم مثل ما قلنا حول قانون حماية الصحفيين في العراق رقم 21 لسنة 2011. الكثير من المطالبات كانت موجودة وحاضرة دائما أثناء الندوات وأثناء النقاشات بأنه اليوم الصحفي العراق لم يستطع الوصول أن يصل إلى المعلومة بسلاسة، لم يستطع أن يؤدي دوره، وخصوصا هنالك بعض الضغوط المفروضة عليه، أيضا لم يحصل على الكثير من مستحقاته بالعمل الصحفي. طبعا اليوم احنا نتكلم عن الصحفي والاعلامي. شباب رياض موجود عندنا؟ سيد رياض. طيب بالعوده الى سيد رياض، الحين ما يجهز الاتصال مع الدكتور ناظم. سيد رياض، يعني احنا وصلنا الى نقطه مهمه اللي هي القيود المفروضه على الصحفي اثناء اداء دوره، واليوم احنا نتكلم حتى عن الاعلامي ليس فقط الصحفي، الدور المرمى على عاتقه اللي هو إيصال المعلومة، إيصال الصوت الحقيقي إلى الناس، وإيصال الأخبار الصحيحة إلى الناس. هذه إلى أي مدى اليوم تعتبر هذه مهمة كبيرة مرمى على عاتق الصحفي في العراق، خصوصا في بلد مثل العراق، على اعتبار اليوم إحنا نخلو من الأمان، بلد غير مستقر أمنيا، وعندنا تخبطات كثيرة تشوب هذا البلد، فكيف تعلق على هذا الموضوع؟ في الحقيقة أنا ذكرت قبل قليل يعني قلت هذا القانون يحتاج الكثير من التعديلات. فيما يخص يعني تأمين الحماية للصحفيين، طبعا أنت تفضلتي وذكرتي أن العراق ليس يعني معظم مناطق العراق ليست بمنطقة آمنة لمزاولة مهنة الإعلام. نعم. تعتبر منطقة ساخنة وكلنا يعرف يعني احنا حتى الزملاء العاملين في المؤسسات الإعلامية الأجنبية يتقاضون أجور عالية وتؤمل لهم الحماية الكاملة يعني عند تنقلهم في الأماكن الساخنة، على عكس ما يعانيه الإعلام العراقي والصحفي العراقي. للأسف الشديد هنالك تدني واضح بمستوى الأجور التي تمنحها المؤسسات الإعلامية. نعم. هنالك أيضا يعني نوع من اللاوبالية يعني تجاه عمل الصحفي. يعني بعض المؤسسات الإعلامية طبعا تضع قيود على الإعلامي يعني تستدعيه اولا بالحفاظ على نفسه قبل كل شيء، ولكن مؤسسات اخرى قد لا تكون مهتمة لذلك. يعني بخلاصة الكلام بسطر واحد استطيع اقول اليوم ان الإعلامي هو جندي، لا استطيع ان اقول مجهول، ولكنه قد يكون مجهولا الى الراي العام، لانه ايضا يعني يؤدي عملا مهما في خدمه الوطن والمواطن، وكلنا نتذكر يعني الاحداث الجسامه التي مرت بالبلد. هؤلاء جنود مجهولين الذين يقفون خلف الكاميرا والذين ينقلون بالصوره والصوت، خسرنا الكثير منهم. ولكن يعني بقى هذا الموضوع يحتاج الى ان الاعلامي يجب ان تؤمن ان يمنح يعني مساحه من الامان لممارسه عمله لينقل الصوره كما هي. طيب يعني هذا جدا ضروري ومهم. طيب بالعوده الى الدكتور ناظم، شباب دكتور ويانا
طيب دكتور ناظم مساء الخير من جديد واهلا ومرحبا بك. موضوعنا لهذا اليوم حول قانون حمايه الصحفيين في العراق. اليوم الجميع يرى ويجزم على انه الصحفي يقدم دور مهم جدا بالمجتمع، ينقل الحقيقه على اتم وجهها الى الناس وخصوصا بهذا الوقت العصيب يعني. لكن في بعض الاحيان الصحفي يتعرض الى الضغوط الى القيود، كيف ترى هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا شكري الجزيل لكم ولقناتكم الكريمه وايضا تحيه لك دكتور، شكرا جزيلا. الكرام لابد من الاشاره الى انه قانون حقوق نعم. الصحفيين قد اتى بشكل مباشر من معاناه التي تعرض لها الصحفيين والتي قدم الكثير من الصحفيين شهداء ارواحهم على قربان الحريه من اجل اعلاء كلمه الحقيقة وأيضا الوصول إلى الحقيقة للمواطن وإيصال المعلومة بشكل صحيح. لأن قانون حقوق الصحفيين يتكون، سنأخذ فكرة عامة عن يعطيكم فكرة عن القانون. يتألف القانون من 31 مادة. حقيقة عرفت الصحفي أولا هو من هو الصحفي القانون. الصحفي هو كل من يزاول عمل صحفي ويكون متفرغ له. يعني يكون متفرغ العمل الصحفي. أيضا في القانون كثير من المزايا لو طبقت 100% لكان الصحفي العراقي بالخير، لكن مع الاسف نرى الكثير من المعرقلات وضعت امام القانون واهمها ممارسه العمل الصحفي بحريه كامله من قبل بعض السيطرات من بعض الجهات الامنيه التي حاولت ان تعرقل العمل الصحفي لا لغايه. كثير من القوات الامنيه والسيطرات تتوقع تعتقد ان الصحفي هو نفس لها ويعمل بالعكس من عمله، لكن الحقيقه ان الصحفي هو بالاساس مكمل لعمل القوات الامنيه، مكمل لقوات القوات ايضا بكل معانيه وايضا للجهد الصحفي في الوقت الحاضر. القانون حدد الكثير من المزايا، بحيث قال ان الماده من عنده تقول انه اذا كان اعتداء على الصحفي اثناء واجبه نعم بمثابه اعتداء على موظف حكومي. بمعنى انه اشارت الى انه عدم الاعتداء على ويعتبر واجب الصحفي هو واجب مقدس وايضا واجب مهم جدا، وعدم الاعتداء وايضا عدم سلب او مصادره ادوات عمله. يعني بمعنى انه عدم مصادره الكاميرا وعدم الاعتداء عليه، لكن نلاحظ انه في بعض السيطرات البعض وليس الكل، البعض السيطرات رغم انه في نقابه الصحفيين لدينا بشكل مباشر ندوات وايضا لدينا اتصال مباشر مع الجهات الحكوميه كوزاره الدفاع والداخليه، ايضا الجهات الامنيه الاخرى، وعلى التواصل معهم بغرض تسهيل عمل الصحفيين وايضا تسهيل الحصول على المعلومه من قبل الصحفي. ايضا هذا القانون اشاره ايضا حدد الماده 16 منه انه احتساب الخدمه الصحفيه للصحفي، هذا مهم جدا يجب ان يطلع عليه من قبل الجمهور والصحفيين، حيث اشارت الماده 16 الى احتساب الخدمه الصحفيه لاغراض العلاوه والترفيع والتقاعد للصحفي قبل تعيينه، اي بمعنى انه لو عين الصحفي في دائره معينه واراد انه يحتسب الخدمه الصحفيه التي كان يزاولها تحتسب له خدمه لاغراض العلاوه والترفيع والتقاعد بشرط انه يجب ان تدفع عليها التوقيفات التقاعديه. مساله مهمه ان هناك رواتب للشهداء من الصحفيين، حيث انه لا يقل عن اي راتب للشهداء الصحفيين عن 1,200,000 اسوه بضحايا الارهاب. وفعلا تم دفع رواتب كل الصحفيين الشهداء من قبل دائره التقاعد العامه، ولدينا في نقابه الصحفيين فقط الشهداء، طيب دائره خاصه طيب بشهداء الصحفيين. دكتور يعني هذا الكلام مهم جدا، واحنا يعني حضرتك اتطرقت الى بنود مهمه جدا تخص عمل الصحفي في العراق، لكن هنالك تساؤل مهم انه الصحفي اليوم اللي يقدم واللي يغطي الحدث وخصوصا الاحداث الساخنه كما تحصل في المعارك، مثلا اللي صار مع داعش اصيبه مثلا يعني بسبب حادث عرضيه او اثناء المهم تكون يعني اثناء الواجبه اثناء المهمه، يعني لماذا لم تعطى له الحقوق الكافية؟ أحيانا يوجه اللوم إلى نقابة الصحفيين اللي هي المفروض تكون سباقة بالمطالبة بحق الصحفي أمام الجهات التشريعية،
فيما يخص استحقاقه، فيما يخص القانون التقاعد بالنسبة للصحفيين، فيما يخص حمايته، توفير الحماية الكافية له. لماذا أحيانا يوجه اللوم إلى نقابة الصحفيين بهذا الجانب، والبعض يراها مقصرة بالمطالب بحق الصحفي من قبل الجهات التشريعية؟ ست الكلمة لو سمحتي أكمل كلامي، لا وصلت إلى لا جبت على سؤالك قبل أن تسألينه. نعم. أنه قانون حقوق الصحفيين قد حدد رواتب للصحفيين الجرحى ممن تسببت الإصابة أثناء تأدية واجبتهم بإعاقة بجسدهم، فقد حدد راتب عن لا يقل عن مليون دينار. ألو ألو اسمعون دكتور. نعم. لا يقل عن لا يقل عن 750 ألف دينار كراتب لزملائنا الصحفيين وحسب نسبة الإصابة. نعم. الإصابة هذا يعني أنه القانون لم يغفل الزملاء الصحفيين الذين يتعرضون للإصابة أثناء تأدية عملهم. كما تعلمين أن عمل الصحفي هو عمل مقدس، عمل شهيد، عمل يعني دائما نرى الصحفي في صفوف الأمامية سواء في جبهات القتال ضد الدواعش أو الآن مع الصد الأول اللي هو يعني القوات الصحية والقوات الأمنية. نعم. لذلك لابد أن يأخذون حقوقهم، ولذلك أنه المشرع لم يغفل وخصوصا في هذا القانون عن إعطاء حسب سيارات التقاعد لكل صحفي مصاب لا يقل عن 750 ألف دينار وحسب نوع العلق المقل من 50 أو 40 أو 30% أكثر ما أكثر. نعم. طيب دكتور، بالعودة إلى السيد رياض جابر، الصحفي رياض جابر من تكريت. سيد رياض، يعني نحن الآن تكلمنا مع دكتور ناظم الربيعي بخصوص موضوع مهم يتعلق بحقوق الصحفيين، يعني الشهداء أو عوائلهم أو المصابين أثناء الواجب. الصحفي العادي يعني اللي يؤدي مهمته، يعني هل تعتقد أنه يحصل أو حصل على ضمانات حقيقية من قبل مثلا من قبل هذا أولا القانون اللي أقر، أو من قبل نقابة الصحفيين، أو من قبل الجهات التشريعية كالبرلمان العراقي؟ في الحقيقة بالبداية طبعا تحياتي للدكتور ناظم زميلنا. نعم. العزيز، وهو طبعا من المدافعين الأوائل. صحيح. عن حقوق الزملاء. حقيقة الزميل اللامي يعني نقيب الصحفيين، ونحن نقول النقابة لانها يعني البيت الراعي لجميع الصحفيين. نعم. العراقيين الناطق الرسمي. نعم. باسم الصحفيين. انا يعني اقول انها كانت لديه مبادرات يعني مهمة في هذا المجال. نعم. موضوع استحصال الحقوق بالذات الشهداء ولأسرهم، ولكن الكثير من الزملاء يعتقد أنها لم تكن بالمستوى المطلوب. نعم. الإعلامي والصحفي العامل طبعا هو حال كأي مهنة أخرى يجب أن يتمتع بحقوق تقاعدية. القانون الذي نتحدث عنه اليوم لم يلزم المؤسسات الإعلامية بأن يعني أن تكون يعني حدية في هذا الموضوع. يعني عرج على موضوع أنه إذا في حالة فصل الإعلامي أو الصحفي تعطيه 50% وإلى آخره، لكن هذا يحتاج إلى تشريع يعني يثبته القانون بشكل مهم. أما فيما يخص يعني الزملاء من الشهداء الإعلاميين، أنا أعرف أسماء يعني لحد الآن معاملاتهم لم تنجز. نعم. يعني لم تنجز لأسباب كثيرة طبعا، قد لا تكون يعني جزء منها يتعلق بنقابة الصحفيين، قد تتعلق مثلا بالدوائر الأخرى التي تستحصل حقوق الزملاء الإعلاميين. ونحن طبعا كلنا أمل يعني أن يتم تشكيل لجنة إن لم تكن مشكلة طبعا لهذا الموضوع، لمتابعة يعني معاملات هؤلاء الزملاء الذين طبعا فقدوا يعني أعز ما يملكون وفقدتهم عوائلهم. نعم. وبالتأكيد يعني الكثير منهم لديهم يعني عفوا رياض، يعني أنت تقصد أرامل. أنه عفوا رياض، أنت تقصد أنه موضوع الصحفيين الشهداء اللي لم يحصلون على حقوقهم حتى هذه اللحظة. أنا لم أقل جميعهم، لا بالتأكيد يعني هنالك أسماء. نعم. يعني نعم. أنا أعرف أسماء يعني لحد الآن يعني معاملاتهم قيد الإنجاز رغم. نعم. يعني مرور سنوات على استشهادهم. وطبعا أنا قلت هذا قد لا يتعلق الأمر بالنقابة قطعا، يعني قد. نعم. يتعلق بمثلا المؤسسات الأخرى والدوائر الأخرى التي لها علاقة بالصحفي الذي استشهد. نعم. يعني قد تكون في وزارة المالية أو. نعم. قد تكون. نعم.
في التقاعد إلى آخره يعني. فنتمنى أن تشكل لجنة أو يعني يتم توجيه من قبل رئاسة الوزراء على الإسراع بإنجاز معاملات هؤلاء الأبطال يعني الذين يستحقون التكريم قبل أن يستحقونه واستحقاقهم الطبيعي يعني في هذا المجال. بالعودة إلى الدكتور ناظم، دكتور تسمعني واضح؟ نعم. طيب دكتور، أحد بنود مواد القانون، قانون حماية الصحفيين، يعني بودي أن يعني نناقشها بشكل مفصل، اللي هي يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأديته لمهنته، أو يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. تعتقد اليوم هذا يعني هذه المادة مطبقة بشكل فعلي في العراق تحديدا؟ قبل الإجابة على السؤال، أولا تحياتي لجميع الرياض، ثانيا لابد الإجابة على التساؤلات اللي طرحها الرياض، اللي هي قال أنه حقوق تقاعدية للصحفيين وأيضا معاملات الشهداء التي لم تنجز. أولا لابد أن أصحح مسألة مهمة، أن هناك قانون خاص بنقابة الصحفيين اسمه قانون تقاعد الصحفيين. وخلي شوي اوضح هذا القانون. قانون تقاعد الصحفيين هو الزملاء الصحفيين الذين لا يعملون في دوائر الدوله وانما ينتهنون الصحافه ولا يعملون بها. هناك قانون هو قانون تقاعد الصحفيين. كل صحفي مر على خدمته بالصحافه 25 سنه، يعني بغض النظر عن تمويله عامل متمرس مشارك، ايضا له حقوق تقاعديه. يقدم هناك لجنة في نقابة الصحفيين بغرض الحصول على حقوق التقاعدية. إذا الصحفي سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالتالي سيحصل على حقوق تقاعدية إذا كانت دائرة من دائرته، وإذا ما عنده دائرة أكو في النقابة لجنة خاصة لغرض يقدم لها الصحفي، وهناك صندوق خاص اسمه صندوق تقاعد الصحفيين يستطيع الصحفي أن يأخذ حقوق التقاعدية من هذا الصندوق. هذه المسألة الأخرى، المعاملات الشهداء التي لم تنجز. احنا حقيقه عندنا 497 شهيد من الصحافه العراقيه منذ بدايه الحرب مع داعش ولحد الان، منذ 2003 ولحد الان. الكثير، لا نقول اقول معظم او الاغلبيه 90-99% حصلوا على حقوقهم. كما تعلمون ان نقابه الصحفيين العراقيين عندما تروج معامله حصول عائله الشهيد على الراتب التقاعدي للشهيد، فحقيقة هذا يعتمد على أشياء كثيرة. أولا يجب أن يكون هناك إخبار لدى مركز الشرطة، وأيضا هناك قاضي للتحقيق، وأيضا معاملات أصولية تجيب من مراكز الشرطة والجهات التحقيقية والمحاكم، ومن ثم تقوم اللجنة في نقابة الصحفيين برفع هذه المعاملة إلى التقاعد. وهناك لجنة مشكلة بين نقابة الصحفيين العراقيين والتقاعد العامة لغرض استحصالهم. واعتقد اي شخص عنده اشكال او عنده يعني مشكله يواجه مشكله على مراجعه النقابه، وانا خليجي لي شخصيا وانا مستعد ان اسهل الكثير من الامور فيما يتعلق بالنقابه او الجهات التي اخرت معامله التقاعده. هذه اجابتين على سؤال زميلي. اما بالنسبه لسؤالك هو الاعتداء على الصحفي، هذه هناك تنسيق تم تعلمون ان الاعتداء قوه الاعتداء على الصحفي اثناء تاديه واجبه كما هو اعتداء على موظف حكومي اثناء تاديه واجبه، وهي عقوبته من سته اشهر الى سنه ونص سجن. والكثير من زملائنا قاموا بدعوات، قامت دعاوى قضائيه على من قام باعتداء، وتدخلت النقابه بشكل مباشر واخذت وحصلت حقوقهم. اذا كانت هناك اي اعتداء، اذا كان هناك اي اعتداء على اي زميل صحفي سواء فكري او في سامراء او في بغداد او في اخرى، طيب. طيب دكتور وايضا سيد رياض، خلينا نذهب لنشاهد هذا الاستطلاع، استطلاع بعض الصحفيين الزملاء الصحفيين حول موضوعنا لهذا اليوم، ونرجع لكم. مشروع او قانون لحمايه الصحفيين وتم عرضه على البرلمان وقرا القراءه الاولى، ولكن بعد ذلك توقف ولم يشرع من قبل مجلس النواب. فاليوم نطالب احنا كصحفيين تشريع هذا القانون لحمايه الصحفيين في كل العراق. تعتقد ان الصحفي العراقي قادر على
يعني صعوبة أو سهولة الحصول على معلومة؟ الحقيقة الحصول على معلومة في الوقت الحاضر أصبح من السهل جدا، لكن هناك عدة مصادر ومصادر غير رسمية مما جعلت الصحفي في إرباك دائم من انتقاء المعلومة أو إيصالها إلى المواطن. تعتقد أن في حال ذهاب الصحفي للمناطق الساخنة وخاصة نحن شاهدنا عمليات عسكرية متواصلة، تعتقد أنه حقوقه المادية مضمونة لعائلته؟ في الحقيقة أغلب القوات الأمنية ومع الأسف لا تتعامل بجدية مع الصحفيين، وهناك كثير من المضايقات التي يتضايق بها الصحفي، ومن هذا الباب احنا نطلب من القوات الأمنية والحكومات المركزية بتشريع القانون الأول لحماية الصحفيين وتسهيل مهامه. طيب تعتقد أن الحقوق المادية مضمونة اليوم؟ في الحقيقة نقابة الصحفيين اتخذت إجراء حول هذا الموضوع، منها أنه الصحفي أي صحفي مستقبلا يتعين في أي دائرة من دوائر الدولة ممكن أن يضيف خدمة الصحفية على وظيفته الجديدة. أكثر طبقة انظلمت بعد الحكومات المتعاقبة بعد 2003 هي شريحة الصحفيين. إذا ما طبق القرار أو أقر القرار الذي نام كثيرا في إدراج مجلس النواب سينصف قليلا الصحفيين الذين وقفوا وقفات مشرفة على مدى سنوات من أجل النهوض بواقع العراق الذي حقيقة يدمي القلب. لم يكن مرفق من مرافق الحياة إلا وكان فيه أحد الإعلاميين متواجد أو الكثير من الإعلاميين متواجدين لينقلوا الصورة الحقيقية من أجل أن توضع النقاط على الحروف وأن تعاد حقوق المسلوبة من قبل الحكومة أو السياسيين الذين طروا على العملية السياسية من أجل إعادتها إلى المواطنين. أتصور أنه آن الأوان للحكومة العراقية وخصوصا بعد تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء والذي نتوسم به خيرا أن يعيد الحقوق إلى كثير من الشرائح من ضمنها شريحة الصحفيين. يعني بعض الأماكن صعب الوصول إليها خصوصا المتعلقة بالواقع الأمني، كنا هنالك عراقيل كثيرة تواجه الصحفي من أجل الوصول لها، لكن يعني نستطيع أن نقول أنه 70% من القوات الأمنية متعاونة، لا سيما يعني قيادات العمليات كذلك هنالك. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، أكيد مستمرين وياكم وحلقتنا لهذا اليوم، وبالعودة إلى ضيوفنا الدكتور ناظم الربيعي وأيضا الصحفي رياض جابر. طبعا إحنا قبل الاستطلاع شاهدنا بالنسبة لضيوفنا شاهدنا كلام أحد الزملاء الصحفيين وذكر موضوع مهم اللي هو ضرورة احتساب يعني فترة الخدمة في الصحافة سواء كان 10 سنوات 15 سنة أو أقل في حال إذا تم تعيين الصحفي على الملاك الدائم في أي وزارة كانت أو أي مؤسسة حكومية تحتسب إلى هذه الخدمة، والعكس صحيح بالنسبة إذا يعني الصحفي عبر 15 عام من الخدمة في مجال الصحافة تحتسب إلى يعني نظام تقاعدي، يعني يكون حاله حال الموظف. فأريد نعرف ضيفنا رياض جابر بخصوص هذه الآلية المقترحة من قبل نعم. أحد الزملاء أو يعني هذا الاقتراح. نعم رياض تفضل. نعم بالحقيقة هو هذا مشرع في القانون، وطبعا قانون الخدمة الصحفية يعني تم تنفيذه في واقع الحال، ولكن للأسف الشديد يبدو أنه توقف لأسباب يعني أجهلها. يعني أنا مثلا وكثير من الزملاء الصحفيين ممن لدينا خدمة إعلامية يعني أتمنى معاملاتنا، وهي الآن مودعة في نقابة الصحفيين ومضى عليها سنوات طويلة، ولكن لغاية الآن لم يتم حسم الموضوع. يعني كيف يتم إضافة الخدمة، كيف سيتم متابعة هذا الموضوع؟ حقيقة نحتاج يعني من هذا المنبر، منبركم الكريم قناة سامراء الفضائية، نتوجه إلى الزميل نقيب الصحفيين العراقيين بأن يقف على هذا الموضوع. يعني سألنا مرات عدة، قالوا أن اللجنة تغيرت أو رئيس اللجنة تغير أو هنالك تعليمات جديدة صدرت، لا أعرف بالضبط يعني ما الذي حصل، ولكن أنا وحتى الأقدمين يعني
لا زالت المعاملات معلقة في هذا الموضوع الخدمة الصحفية. وطبعا هو استحقاق طبيعي شرعه القانون، يعني الصحفي حتى إذا عمل في يعني مؤسسة إعلامية أهلية بفترة زمنية معينة وكانت لديه ما يثبت ذلك، يعني القانون قال عليه أن يحصل على خدمة تقاعدية، ممكن أن يضيفها لعمل آخر حكومي أو يستفاد منها لأغراض التقاعد. ولكن هذا الموضوع للأسف يعني في السنوات التي مضت تم السير به بطريقة جيدة، الكثير من الزملاء يعني استحصلوا حقوقهم، ولكن الآخرين لا نعرف لماذا توقف هذا الموضوع. طيب يعني نفس السؤال أوجهه لدكتور ناظم الربيعي المتحدث باسم النقابة، وأكيد يم هذا الموضوع وعنده معلومات حول هذا الموضوع، هل نقابة الصحفيين شرعت بهذا المقترح أو تطبيق هذا المقترح؟ هل نقابة الصحفيين كانت يعني طالبت بضرورة احتساب فترة الخدمة بالنسبة للصحفي سواء كانت المؤسسة الإعلامية أهلية أو حكومية، وضرورة احتسابها كفترة خدمة حقيقية إلى؟ أولا لابد من إيضاح بعض المسائل حول الاستطلاع، ومثل ما سأجيب على تساؤلات الجميع. نعم. أولا الاستطلاع ذكر فيه مجموعة من الزملاء الصحفيين حقيقة يعني يبدو أنهم لم يطلعوا لا على قانون حقوق الصحفيين ولا على قانون حق الحصول على المعلومة، ولا يطلعوا، وإنما تكلموا تكلما عشوائيا بدون دليل وبدون قانون. نرجع للسؤال الأول. أولا قالوا هناك كثير من حقوق الصحفيين لم تشرع منها قانون حقوق الصحفيين. نعم. المستطلع رأوا قال المستطلع حقيقة قانون حقوق الصحفيين مشرع شرع برقم 21 من سنة 2011، أي منذ عام 2011 حتى الآن قانون حقوق الصحفيين هو قانون نافذ. وأنا ذكرت في بداية مداخلتي مع جنابك الكريم وأيضا بالقناة الكريمة قلت أنه هذا القانون مطبق ومادة 16 من القانون اللي هي نص على احتساب الخدمة الصحفية. نعم. مسألة أخرى أنه ذكر في الاستطلاع حقوق الصحفيين وأيضا الخلط بيناتها وبين قانون حق الحصول على المعلومة. أكو فرق بين حق الحصول على المعلومة. كل واحد موضوع صحيح. مسودة مشروع قانون ولم يشرع لحد الآن. أما قانون حقوق الصحفيين فهو قانون مشرع وأيضا قانون نافذ المفعول. أرجع على التساؤلات في جميع الرياض. نعم. أولا قانون حقوق الصحفيين مشرع وليس في أدراج البرلمان، وأنه اللجنة موجودة تعمل منذ عام 2011 لحد الآن ولم تتوقف، وقد احتسبت لزملائنا العشرات، أنا لا أقول المئات بل العشرات، لأنهم قد قسم منهم حصلوا على 20 سنة خدمة، قسم من 30 سنة خدمة، قسم 15 سنة خدمة. جميل. وقسم منهم تغير عنوانهم الوظيفي من مسؤول، خصوصا زملاء اللي عندهم وزارة خارجية. نعم. من دبلوماسي إلى وزير مفوض. يعني هذه مسألة مهمة. نعم. أنا أعتقد أنه ما في معلومة ولا في يوم من الأيام أنه نقابة الصحفيين قالت أن اللجنة متوقف عملها، اللجنة لم يتوقف عملها منذ عام 2011 ولحد الآن. اللجنة تعمل بتوقيتات كما تعلمون، أنه مجموعة من المتقدمين لحصول على الخدمة يتم عرضها على اللجنة، اللجنة طبعاً كلها من خارج مجلس النقابة باستثناء السيد نقيب الصحفيين العراقي. نعم. والمشاور القانوني هم، وأيضاً اللجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية وأيضاً عن هيئة التقاعد وديوان الرقابة المالية. هذه لجنة تعمل وفق أجندة خاصة فيها ولم تتوقف ولم يتم تغييرها كونها لجنة دائمة وتعمل. أيضا لم يكن هناك أي زميل صحفي معاملته متأخرة. أعتقد هذا يعني الإجابة غير يعني شافية وغير صحيحة. أنه أتمنى من زميل رياض أن يزودنا بالأسماء اللي معاملاته متأخرة للتأكد من صحة هذه المعلومة. نعم 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 دكتور. مهمة جدا أنه أرجو زملاء الصحفيين عندما يتحدث في وسيلة إعلامية يعني يتحدث بمعلومة واثق منها، بما أنه لا تعتكس عليه شيء سلبي. يعني الصحفي هو صانع رأي، الصحفي هو زميل يعني يخلق رأي عام. بالتأكيد. واليوم أكثر الناس مثل ما تعرف دكتور هي تستمد المعلومة الصحيحة من وسائل الإعلام، من الصحافة. نعم. أحسنتي. ولذلك أنه الآن نطلع استطلاع ونقول حقوق الصحفيين، نتمنى باقي بالبرلمان يعني شرطه والقانون شرع في 2011 برقم 21 ولا زال مستمر حتى الآن. اللجنة وفق المادة 16 من هذا القانون مستمرة عملها منذ 2011 ولغاية الآن.
لم يتغير أعضاء اللجنة ورئيس اللجنة كون اللجنة تضم مديرين عن وزارة المالية وزائرة التقاعد وديوان الرقابة المالية ونقابة الصحفيين العراقيين. هناك توقيتات معينة لاجتماعات اللجنة تقوم بإصدار احتساب الخدمة لمن لديهم يعني لديهم وثائق تثبت عملهم بمجال الصحافة والإعلام قبل تعيينهم. أتمنى أيضا أنه يكون هناك لديه أي استفسار أو سؤال أن جميل. أكيد دكتور شكرا لك. طبعا أكيد ما تقصر وأنت معروف عنك يعني هذا الموقف الشجاع دائما، وإحنا اليوم كصحفيين أكيد بالعراق أملنا بكم وبأمثالكم أن دائما تطالبون بحق الصحفي مقابل الجهات المعنية، يعني من الجهات المعنية. هذا واجب، هذا واجب. إحنا حقيقة كمجلس استقبال الصحفي العراقي نتحدث عنه، احنا الان متخذين من قبل الهيئه العامه، فاحنا نعمل على خدمه الهيئه العامه وايضا نبذل مطالبهم، لكن المطالب المشروعه والمطالب القانونيه صحيح، واحنا نحن جاهدين على انه تشريع قانون. يعني أنا أتمنى أن تفصلوني على قانون جرائم المعلومات. نعم نعم أكيد دكتور، يعني إحنا بوقت إن شاء الله بوقت قادم راح يكون بيناتنا لقاءات كثيرة، بس نظرا لضيق الوقت يعني أخذنا هذه المعلومات السريعة من عندك. دكتور ناظم الربيعي المتحدث الرسمي باسم نقابة الصحفيين، شكرا جزيلا لك دكتور، تحية لك شكرا جزيلا. وأيضا الصحفي رياض جابر، تحية لك يا رياض وشكرا جزيلا لك لانضمامك لنا بحلقة هذا اليوم من جانب آخر، وإن شاء الله راح تكون بيناتنا لقاءات متواصلة من أجل خدمة الصحافة والصحفيين في العراق وإيصال صوتهم الحقيقي. طبعا نكمل الاستطلاعات اللي كانت يعني كان الصحفيين زملاء الصحفيين يتكلمون بيها، بالرغم من ربما هنالك بعض المعلومات المغلوطة، لكن هذا اليوم حقهم المشروع أن يبدون الرأي ويعبرون عن كل الأمور وعن كل المطالب المشروعة، لأن اليوم الدور المهم اللي يقدم الإعلامي أو الصحفي هو دور بناء ومهم، وخصوصا بهذه الفترة العصيبة فترة كورونا وقبلها فترة أحداث داعش وفترة اللي صارت بها يعني التخبطات السياسية والوضع الغير مستقر، كان الصحفي يخرج إلى الشارع ويغطي الانفجار، يغطي أحداث التفجيرات المفخخات وغيرها من هذه الأمور. نشوف هذا الاستطلاع أو نكمل الاستطلاعات ونرجع لكم مشاهدينا. الذي قرأ القراءة الأولى ولم يطبق بشكل صحيح، على الرغم من أنه القانون يحتوي على العديد من المفاهيم الذي عرض من قبل بعض الصحفيين لأسباب معلومة في ذلك الوقت، لكن لم يشرع القانون بشكل صحيح ولم يطبق أيضا، وهو قانون مهم لحماية الصحفيين وحماية سلامتهم في العمليات العسكرية وأيضا في ضمان الاجتماعي للصحفيين. طبعا هناك تعقيد كبير في حصول على المعلومة من خلال الموافقات القانونية قد تستغرق لوقت طويل، مما يؤدي إلى تلف المادة الإعلامية أحيانا. واحدة من أكبر المشاكل التي يواجهها الصحفي هي حمايته أو الضمان الاجتماعي، فالصحفي في العراق بشكل عام لا يملك ضمان اجتماعي يحميه في حال تعرضه إلى أي خطر. أستاذ العزيز يؤسفني أنه لحد الآن وما جت حكومة أنصفت العائلة الصحفية، اليوم كلها الحكومات اللي جت ما أنطت قانون أو لرعاية الصحفيين بالقطر، فشوف الشهيد لحد الآن ما أخذ حقوقه، ما أخذ الأمور اللي كانت مخول أن يكون بها إلى بعدين. الحكومات اللي جت إحنا ما نريد نقول كلها وإنما أغلبها ما انطت للصحفي حقه، حتى ارادوا من الصحفي ان يكون ينخرط معهم في العمليه السياسيه سواء كانت كتلويه او كانت حزبيه او كانت للحكومه نفسها، لكن هذا من الخطا، لان الصحفي النزيه ما راح يمشي في مسار هذا الامر اللي تريده سواء كانت الكتله او كانت الحكومه. فشوف انه لحد الان ما اخذ الصحفي حقوقه المشروعه والمطلوبه دوليا من في العراق، يعني خلينا نقول بوجه التحديد. طيب اليوم الصحفي اللي يشاركون بعمليات عسكرية هل كوفوا ماديا من خلال؟ والله اللي يعلم انه ابد ما كوفوا، لكنه رغم القليل من عندهم نالوا ما نالوا شيء بسيط، وهذا ما يعني ما يؤكد على حياته انه بالعمليات العسكريه شارك، وكان حاله شانه شان الجندي او شانه شان اي مقاتل نزيه في العراق الحبيب.
طبعا للأسف يعني اليوم حقوق الصحفيين لحد الآن ضائعة ما بين الحكومات المتعاقبة. أكثر من 3 حكومات تواردت ولم يقر قانون حماية الصحفيين، مع العلم أنه اليوم دور الصحفي هو المساند للحكومة ومواكب لجميع الحكومات، لكن على ما يبدو أن الصحفيين غير مشمولين أو غير مكترث الحكومة حقيقة لإقرار قانونهم وحمايتهم أيضا بسبب الاعتداءات اللي حصلت عليهم والشهداء والحقوق أيضا تائهة إلى حد الآن. طيب اليوم مشكلة الصحفي هل بطريقة سهلة يحصل على المعلومة من خلال الأجهزة الأمنية، من خلال دوائر الخدمية؟ طبعا هنالك بعض الحكومات ما نقدر نقول أغلبها تحاول أن تسيس الإعلام إلى ما تريد هي الحكومة أو الجهة الأمنية أو الجهة الحكومية، لكن هذا الشيء يعني الصحف المهني ما راح ينخرط بهذا المجال. صعوبة اليوم الحصول على المعلومة، أكيد هنالك صعوبة، وهنالك أيضا معرقلات كثيرة للإعلام عند حصوله على المعلومة، خصوصا إذا كانت معلومة تخص مواضيع الفساد المستشري هي في مفاصل الدولة. إذن مشاهدينا نستقبل اتصالاتكم على أرقامنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة من أجل يعني إيصال صوتكم. إحنا دائما عودناكم أن توصلون صوتكم إلى الجهات المعنية، فخصصنا فقرة من هذا البرنامج تكون يعني نعم نستقبل بها اتصالاتكم حول أي موضوع حابين تتكلمون به، وبدورنا إحنا نحاول أن نوصل صوتكم. عندنا اتصال أحمد من صلاح الدين. ألو يا أحمد، تحياتنا لك، أهلا وسهلا. اهلا يا احمد. السلام عليكم. السلام، اهلا. شلونك صحتك؟ تحياتنا لك، اهلا وسهلا. فت انا بس هاي احكي انا مو هاي الملحمه 30,000. نعم والله احنا يعني هاي الملحمه 30,000 تعبونا بها وايد، واحنا ناس مظلومين يعني. هاي 30,000 يعني والله شو عقبنا بها؟ بس تتسجون الحكومه من قبل هاي قناتكم. نعم يعني احنا هاي انتم قناتكم هاي المواقع الله يخليكم والتحية لكم، بس ناجونا الحكومة يعني هاي كتابين اذا بحكم بين علينا شنو ذنبنا احنا؟ يعني احنا مواطنين والله العظيم حقكم اكيد ما عدنا. صحيح والله، الله يساعدكم. يعني احمد احنا بدورنا اكيد يعني اللي نقدر عليه نسويه اللي هو ان نوصل صوتكم الى الجهات المعنيه، واحنا نعرف هي 30,000 ما لها قيمه، يعني ما راح تكفي المواطن يمكن يومين. فاليوم احنا اللوم نوجهه والعتب على الجهات المعنيه بهذا الموضوع. المفروض من تطلق منحه تكون منحة حقيقية، مو هذا المبلغ البسيط اللي يعني صراحة يعني حتى كلش عيب يعني انه اليوم انا انطي مواطن مبلغ 30,000. نعم انا من عبر قناتكم هذا ناشد مع حافظ صلاح الدين الاستاذ الدكتور عمار جبر، اقول له يا استاذ يعني انت ما انطيتنا هاي المنحة، لو تصدق بيها لو تكذب علينا بيها. هي المنحة يا اخي، هي المنحة حكومية، يعني هي الحكومة اللي تصرفها واللي هي تقرر هذا المبلغ. فاحنا اليوم لو منوجهها للحكومة بالدرجة الاساس على اعتبار هي المعنية بهذا الموضوع، هي اللي تحدد الرقم المنحة. تحياتنا لك، شكرا جزيلا لك يا احمد ولاتصالك. مشكورة، بارك الله فيكم. شكرا لك. عندنا اتصال اخر. الو الو، مساء الخير. قطع الاتصال. يعني احنا بصراحة موضوع المنحة اكثر من مرة حكينا به وذكرنا انه بالفعل هي يعني رقم قليل جدا، يعني 30,000 اكيد ما تكفي اي مواطن وخصوصا اللي عنده اطفال وعائلة. فكان من المفترض الحكومة، احنا نعرف هي تمر بأزمة والميزانية شارفت على الافلاس، لذلك كان من المفترض ان تخصص ولو مبلغ يعني يليق بالمواطن على الاقل. شباب ننتقل للفقرة الاخرى. نعم عندنا اتصال. لكل مناشداتكم اكيد حابين توصلوها من خلال قناه سمراء الفضائيه، برنامج من جانب اخر كل سبت خصص فقره قبل ختام الحلقه لاستقبال اتصالاتكم وايصال مناشداتكم. منو؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتنا لك واهلا وسهلا بك، تفضلي. تحياتنا لك. اهلا تفضلي. اريد عنك هاي الرواتب، ما اسوي رواتب ما جاء يطلعنا الرواتب. اي رواتب؟ احنا قاعدين بهاي مال التجاوز وما عندنا يعني بيت. نعم. قاعدنا كل شيء.
أكيد إن شاء الله يا ربي الله يكون بعونكم، ونحن نأمل من الحكومة أن توفر رواتب كافية للمواطنين، منح كافية للمواطنين تساعدهم على حياتهم هذه الصعبة. إذن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى سؤال الحلقة القادم من برنامج من جانب آخر. قبل ختام الحلقة ننتقل إلى سؤال الحلقة القادم. إحنا اليوم تكلمنا عن قانون حماية الصحفيين مع دكتور ناظم الربيعي المتحدث باسم النقابة، وأيضا الصحفي رياض جابر، تكلمنا ببعض بنود هذا القانون، وأيضا تكلمنا بأمور أخرى يعني تخص عمل الصحفي وحق الوصول إلى المعلومة وأيضا حقوق الصحفي ومستحقاته. سؤال الحلقة القادم أو موضوع الحلقة القادمة، طبعا إحنا قبل ما أختم أحب أذكركم بموضوع مهم، أنه إحنا نستقبل يعني رسائلكم ومقترحاتكم، أو حتى بإمكانكم أن ترسلون فيديوهات تحوي على بعض الأمور اللي حابين نتكلم بها ببرنامج من جانب آخر على صفحة القناة، قناة سامراء الفضائية على الفيسبوك أو إنستغرام. بالتأكيد احنا نستقبل هذه الفيديوهات او بعض الامور او المقترحات او المناشدات ايضا، ونعرضها بحلقات قادمة من برنامج من جانب اخر. الموضوع موضوع الاسبوع القادم راح يكون حول رواتب التدريسيين، كان بودي ان نتكلم به ايضا قبل فترة، لكن يعني كان هنالك بعض الظروف. موضوع رواتب التدريسيين في الجامعات والكليات الأهلية، وصلتنا مناشدات كثيرة حول عدم استلامهم لرواتبهم. هذا الموضوع المهم والحساس أكيد راح نناقشه بحلقة الأسبوع القادم مع ضيوف مختصين، ونشوف شنو أسباب عدم صرف هذه الرواتب. إذن يعني كيف ترى مشكلة عدم صرف رواتب التدريسيين بالجامعات والكليات الأهلية؟ هذا راح يكون سؤال الحلقة القادم، بإمكانكم أن تتركون تعليقاتكم عليها ونعرضها بالحلقة القادمة على صفحة قناة سامراء في الفيسبوك. وأيضا خصوصا الكثير من العوائل مثل ما تعرفون تعتاش على الراتب ولا يوجد أي وسيلة عيش أخرى لهم، هذا راح يكون سؤال الحلقة القادم من برنامج من جانب آخر. وأيضا بإمكانكم التعليق على هذا السؤال على موقع الفيسبوك لقناة سامراء الفضائية. مشاهدينا بهذا وصلنا وإياكم للختام، شكرا لكم وإلى اللقاء.